سكرت دكانة جمعية أطلقتها مجموعة من الناشطين في لبنان بأسلوب جديد للتصدي للفساد من خلال تسليط الضوء عليه وتشجيع الناس على الإبلاغ عن وقائعه. خصصت الجمعية خطا هاتفيا يستطيع المواطنون من خلاله الإبلاغ عن وقائع الفساد، كما أطلقت تطبيقا للهاتف المحمول باسم سكرها للغرض نفسه. هيدي الجمعية تحارب الفساد ضمن الإدارات لحتى نرجع نعيد ثقة الناس بالدولة، لأنه إذا ما في دولة نحن رحنا على منطق ميليشيات، نحن على مشاكل أمنية، رحنا على هجرة أدمغة. وهون خلقت فكرة سكر دكانة، لأنه تبين لنا أنه البلد كأنه دكانة، هي دكانة فساد عم تأفلس الطاقات، عم تأفلس المؤسسات، وهيدا صار لازم حدا يقول لا، لازم نوقف هيدا الأمر. ويمتلئ مقر الجمعية بلافتات عليها عبارات تحث على الإبلاغ عن الفساد وعبارات أخرى كثيرة ساخرة هدفها التنبيه إلى خطورة الفساد وتحذير الناس من تحوله إلى أمر طبيعي. أكيد أخذنا كثير تبليغات، يعني فوق 800 تبليغ وقتها خلال هالشهر، بس كمان شفنا كثير ناس ما كانوا عم بيبلغوا مع أنه عاشوا حالة مشابهة للأشياء اللي كانوا عم بيعطونا إياها غيرهم. جربنا نفهم ليش، وهيدي كمان العملية أعطتنا نظرة جديدة للحالة. الجمعية تأسست قبل نحو عام، وتفرغ المتطوعون شهرا كاملا الصيف الماضي للخروج في جولات ميدانية ومقابلة المواطنين، وانضم إلى جمعية سكر الدكانة أكثر من 400 متطوع عام 2014، وللجمعية نحو 25 ألف متابع على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.